ايه ده، نسأل دكتور أسامة عن سر الابتسامة مع بداية السنة ونقول لك صباح الخير وسنة سعيدة عليك يا دكتور، حياك الله. يسعد صباحك وصباح كل المستمعين وكل العاملين، كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله السنة كلها صحة وسعادة وابتسامة عليكم. يا رب ان شاء الله يا دكتور. اليوم مع هالأيام الحلوة والمطرة في المملكة العربية السعودية والأجواء الجميلة في دبي كمان، حابين نبتسم ابتسامة صحية. الله يبعث الخير دائما. حابين نبتسم ابتسامة صحية اليوم، كيف ممكن نعتني بأسناننا مع بداية السنة يا دكتور؟ طيب، مثل كل اول سنه بيكون عندنا هيك مجموعه قرارات وشغلات بدنا نساويها وننفذها هالسنه، ويمكن بيمضى اول اسبوع بعدين بروح، ونحاول مع بعض انا معكم كمان انه قراراتنا اللي حاطينها من سنوات نكون ننفذها هالسنه. انا من طرفي رح احكي لكم عن قراراتي لازم تحاولوا تعملوها ونتاكد من نسويها ببدايه العام الجديد، نتاكد ان احنا ابتسامتنا السليمه الطبيعيه الصحيه هي أحلى شيء بالحياة، أحلى شيء الله عطانا إياه، إن شاء الله دائما نحافظ عليها. أول شيء لازم نعمله إذا اليوم هيك بدنا ناخذ قرار سريع، إنه نتصل مع دكتورنا الأسنان، دكتور العائلة أو دكتور اللي عندنا إياه، وناخذ موعد استشارة. خلينا بس نعمل فحص لأسناننا. مثل ما بقول دائما، للأسف الألم بجسم الإنسان هو مشعر لمرض أو لمشكلة، بالأسنان هو آخر المشكلة. فنحن حتى لو ما عندنا مشاكل، حتى لو ما عندنا أوجاع، أحيانا بيكون في عندنا شغلات بسيطة بالبداية بنقدر طبيبنا اليوم يكتشفها ويقدر يعالج لنا إياها. الموضوع ما بنحكي بس على التجميل، لأن اليوم مشينا باتجاه إنه طب الأسنان الربط بس، والابتسامة ربطت بس، إنه الابتسامة لازم تكون حلوة ولازم تكون بيضة ولازم نعمل فينيرز. أبدا مو هذا الحكي، صح؟ مجرد ما يكون عندنا أسنان سليمة وصحية لسه سليمة، هذا معناته نحن عندنا ابتسامة حلوة. اللي دام عم القلب اللي بتعطيه حق بتجذب الناس، اللي هو بدورك لما بتفتح اي مجال عمل، اي خدمه بتقدمها ابتسامه، فهي رح توصل باذن الله. شغله ثانيه بدي اياها اليوم نعملها، انه نروح نغير فرشاه الاسنان تبعنا حتى لو كنا شهرين مو ممدي. حكينا يمكن بالفترات الماضيه على موضوع تفريش الاسنان، وانه كل 3 شهور لازم نغير فرشاه الاسنان، فخلينا كمان نبلش عام جديد بفرشاه جديده لنهتم اكثر بابتسامتنا وبلستنا. من الشغلات اللي كمان بيهمني انه نحن ناكد عليها موضوع العنايه. يمكن نحن اليوم مشاغل الحياة والضغط، أوكي مهتم شوي بأسناننا بس ما بنعطيها الاهتمام الأكبر صراحة. في كثير للأسف لا سمح الله في كثير أمراض بتكون بداية من الأسنان، بداية من التهابات اللثة. اليوم صار في إثبات على أمراض السكري، أمراض التهاب شغاف القلب، بعض الأمراض الروماتيزم إلها علاقة اليوم بالتهابات اللثة. فخلينا اليوم كلنا نكون بصحة منيحة، نهتم دائما بأسناننا بطريقة سليمة ونظامية. أسنان اللي بنحبهم اليوم، أطفالنا إذا عندنا أطفال يمكن هم بيشوفوا أهلهم بيخافوا، إنه أوريدي الخوف نحن بننقله للأطفال. يعني غالبا دراسات بتقول إنه الولد لما بيكون شايف أهله ما بيروح كثير على دكتور أسنان أو ما بيفرشوا أسنانه، فهن هي العادة ما لح ياخذها وما لح يستخدمها. فخلينا نكسر هذا الحاجز ونروح زيارة، حتى لو طفلنا ما عنده مشاكل ناخذه معنا على عيادة طبيب الأسنان، نرجيه جو قديش بيكون اليوم مسلي ظريف بسيط. الخوف القديم تبع عيادة طبيب الأسنان اللي هي عيادة للألم اللي فيها هي الرائحة، إذا تتذكر دائما في رائحة راحت. يوم ما أغلب عيادات المنطقة هي عيادات كلها مهيئة مجهزة، الأطباء كلهم بكوادر جيدة. دكتور، بعد إنك قبل ما نختم، كم المدة الصحية واللازمة اللي يزور فيها الشخص لطبيب الأسنان للتشيك أب والأمور هذه؟ يعني إذا بنحكي أنتم ما بتحبونا بس نحن بنحبكم، إذا شفناكم مرتين بالسنة ننبسط، واحدة بنشربكم قهوة، واحدة بتطمن أسنانكم، بس نحن منطقيا كل 6 شهور. يعني أي مشكلة أنا بحكيها بالمقلوب، أي مشكلة بدها أكثر من 6 شهور لتتطور لتصير مشكلة كبيرة. يعني إذا تتوس بالمينا يعني بياخد هالوقت لحتى يصير للعاج، إذا بالعاج بياخد هالوقت يصير باللب. فنحن إذا كل 6 شهور عنا زيارة دورية فبنكتشف المشاكل لا سمح الله قبل ما كتير تكبر. إذا دكتور أسامة علوي طبيب الابتسامة الجميلة، شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله ابتسامة صحية وجميلة لكل مستمعينا. وفعلا لازم زيارة الطبيب، مش بالضرورة يطلع سوس عشان نزور طبيب الأسنان. دكتور أسامة شكرا لحضرتك، وإن شاء الله شكرا لكم، يسعد نهاركم. شكرا.